مسيكم بالخير. هاي قصة لشخص مرضت بنته وما عرف شو يسوي فيها طبعا، فأخذها على المستشفى وكتب له الأطباء العديد من الأدوية وكان مش قادر إنه يشتريها، فاتصل بأخي على هاتفه المحمول وطلب منه إنه يحضر له $1,000 من البيت للضرورة. الأخ أجابه قائلا أعطيني بعض الوقت تقريبا ساعة أو ساعة ونصف سأحضر لك المال. بينما هذا الأب أو الأخ ينتظر وصول أخي، حاول الاتصال به عدة مرات ليتأكد من حضوره أين صار، لكنه تفاجأ عندما وجد أن الهاتف مغلق. حاول مرة أخرى ولكن نفس النتيجة، الهاتف مغلق. بدأ يحدث نفسه، كيف بخذلني أخي ويتهرب مني، لن أسامحه على فعلته، هذه بنتي. بينما هو في قمة الحزن والأسى على موقف أخيه اللي سواه في هذا المكان. كلنا يمكن حكمنا على الأخ الآن بشيء غريب، لكن خلال دقائق دق جرس الباب، فتح الباب والدموع تنهمر من عينيه، فوجد أخاه حامل المال في يده وقائلا أعذرني يا أخي، تأخرت لأني لم أستطع بيع هاتفي المحمول بالسرعة التي توقعتها، هذا المال الذي طلبته مني. إن بعض الظن إثم، لا تسيء الظن أبدا، فلكل شيء سبب. لا تتعجل بالحكم على الناس في المواقف، وانتظر لتعلم الحقيقة دون أن تظن الظنون السيئة. ومساكم بالخير.